انضم الينا الناشطه الحقوقيه الاستاذه غاده شهبندر. مساء الخير يا استاذه غاده. مساء الخير يا استاذه زينة، وارجوكي اعذري الاستاذ مالك عدلي لان هو فاقد اعصابه، لكن احنا حقيقه يعني في وضع لا نحسد عليه. اوصف لنا الوضع يا استاذه غاده. في عجاله لان انا واقفه عند اسم قصر النيل بدور على المحتجزين. ومنهم بنت حضرتك نازله. من ضمنهم بنتي، لكن انا مش هتكلم عن بنتي بس يا استاذه زينة، انا هتكلم على حاله عامه. السنه اللي فاتت في نوفمبر لما محمد مرسي استخدم سلطته التشريعيه، احتجينا على استخدامه لسلطته التشريعية. للأسف في نوفمبر السنة دي الرئيس عادل منصور يستخدم سلطته التشريعية. السنة اللي فاتت لما المستشار أحمد مكي، وبكل اعتراضنا على المستشار أحمد مكي، وأظن أنا اعتراضي على المستشار أحمد مكي والمستشار محمود مكي مسجل وواضح ومعروف، إلا أنه للأسف الشديد مشروع قانون التظاهر اللي كان طرحه المستشار أحمد مكي افضل من القانون اللي موجود حاليا. ده بالنسبه للقانون وبالنسبه لاستخدام سلطه التشريع والجمع بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه اللي احنا بنرفضه تماما. تمام. فده الحاله العامه. ولو تحبي ندخل في فرق قانون احمد مكي من القانون الحالي، انا عندي دراسه وممكن. طيب اسمح لنا تبقي معانا ثواني. اسمح لنا تبقي معانا ثواني استاذه غاده. احنا المقارنه اللي حضرتك عايزه تعمليها الحقيقه ان هي معانا وقامت بيها كمان جريده الوادي الالكترونيه، الفرق بين قانوني التظاهر في عهد قنديل والبيبلاوي. انا عايزه اتطرق لحاجه تانية وهي ممارسات الشرطه النهارده. تمام. انا من حوالي ساعه مكتب وزير الداخليه وعدني بان هم هيقولوا لنا المحتجزين فين. أهالي ومحامين المحتجزين بقالهم ساعة وشوية بيلفوا في شوارع القاهرة. المحتجزين في عربية ترحيلات راحت اسم السيدة زينب، وبعدين اتجهت نحو مديرية أمن القاهرة، وبعدين اتجهت إلى الأزهر، وبعدين شارع صلاح سالم في اتجاه العباسية، وبعدين طلعت التجمع ولفت في الأوتوستراد. احنا من حقنا كأهالي ومحامين المحتجزين نعرف المحتجزين فين، هم بيلفوا بيهم ده كله ليه؟ كويس. ومن ساعة مكتب وزير الداخلية قال لي هنرد عليكي فورا، لكن يبدو ان كلمة فورا عند مكتب وزير الداخلية لها معنى غير المتعارف عليه او غير اللي انا اعرفه بالقليل، لان انا فورا عندي عندها معنى تاني مش بعد ساعة ساعة ولسه ما ردوش عليا حضرتك. تمام. والقانون بيسمح له ان هو يستخدم مكبر صوت للانذار، ثم خراطيم المية، ثم الغاز إلى آخره. لكن أنا عايزة أعرف أنهي قانون بيسمح لضباط الداخلية أن هم يتحرشوا ببنات الناس. ولو الوزير محمد إبراهيم مش قادر على ضباطه ما ينزلهمش، وده اللي أنا قلته لمكتبه وده اللي أنا بقوله دلوقتي. إذن حضرتك بتؤكدي يعني هذه التجاوزات اللي حدثت بحق المتظاهرات والمتظاهرين، تحرش أيوة. بالفتيات واعتداء على المتظاهرين. أيوة. وتواصلت بأعضاء في لجنة الخمسين، وهم لما كانوا الشابات والشباب لسه محتجزين في مجلس الشورى، طلبت منهم ان هم ينزلوا يشوفوا في بنات اتشدوا من شعرهم واتسحلوا، بنات اتسحلت، بنات اتضربت، البنات والولاد اتضربوا كلهم. كويس. فالحقيقة لو هنتكلم عن انتهاكات ضباط وزارة الداخلية حدث ولا حرج. بشكرك شكرا جزيلا استاذة غادة شهبندر.